وقبل الفاصل كنا بنطرح يعني تساؤل او يعني منطقه ممكن نشتغل في وسط طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه، مصر والاقتصاد المصري، وازاي الازمه دي نقدر نشوف فيها جوانب مضيئه او تتحول لمنحه. فحضرتك مهتم جدا بكل ما ليه علاقه بتفاصيل الاقتصاد المصري وخطه الاصلاح وكل التفاصيل دي، فحضرتك شايف الوضع ازاي وايه النقاط اللي ممكن نشتغل بالفعل عليها؟ بداية التأكيد كلامك صحيح. أنا يهمني الوضع المصري من ناحية أنانية، بمعنى أنني قومي عربي، مصلحة الأمة العربية مرتبطة كلها بمصر، وبالتالي ما يحصل سيؤثر علينا وأثر علينا كل تاريخنا في كمنطقة. وقومي عربي بهمني كإنسان، أنا أعتبر أن مصر بالنسبة لي كأي وطن لإنسان عربي. نعم. ففعلا أصرف وقت كبير، أنا تلميذ أدرس، أنا ما مش صاحب قرار ولا محلل ولا متنبئ، أدرس تطور الوضع في مصر وفي الدول الأخرى. تنفرد مصر بشكل خاص وأتأمل، لأن لن أقول إلا الحقيقة، الدول الأخرى لم تنهج المنهج المصري بالسرعة الكافية، وأتمنى عليها أن تنهج. شو المنهج؟ التركيز على البنية التحتية. في دولتين في العالم يركزوا على البنية التحتية من قناعة أن المستقبل هو بأهمية الحاضر. أنا كدولة يجب أن أؤمن مصالح الصحية والطبية والغذاء وغيره لشعبي والتقنية، ولكن كما قال شي جين بين، وأنا أحترم سياسته كما أحترم سياسة مصر، بالمناسبة أنا تشرفت بأن أستلم من يد شي جين بين الرئيس الصيني في مصر في زيارته، وسام دعم العلاقات الاقتصادية الصينية العربية، مش عظيم. الأردنية ولا العربية. كانت سعادة إلي هذا من دولة عظمى، تكريم. فالمهم أنني أقول من الآن ومهما حصل أن في دولتين أنا متأكد لأني متابعهم سيخرجوا من الأزمة ومن الحرب في النهاية بأقل الخسائر. ويجب أن نتذكر أنه هذا قرار ذاتي، يعني مثل ما قال الرئيس الصيني حياة الناس وراحتهم بقدر أهمية حياة أبنائنا في المستقبل وحياة بلدنا واقتصادنا. هذا التركيز على البنية التحتية شيء يحتاج إلى حكمة سياسية، ما هيش رفاهية. يعني انت بتجهز الارض بقى لمشاريع، لشغل، زراعه، صناعه. نعم، نعم، بشكل عام. وبالتالي حتى انا يعني كمان هذا البند الثاني سبقتيني فيه، البند الثاني هو التركيز على الامور الاساسيه للامن الوطني. نعم. اللي هي تامين الغذاء مثل ما قلنا، وتامين الدواء، وتامين التقنيه. ايوه. ليش؟ يعني أنا يوم اللي البنك الدولي نصح الدول وبما فيها مصر إنه ما تزرع قمح، لأنه أنت بتقدر تشتري من السوق العام العالمي بنص السعر. صح. يعني منطق، كلام سليم، الواحد بيسمعه بيفرح. ولكن في رئيس أمريكي كان يقول أنا أريد أن تبحثوا لي عن اقتصادي بيد وحدي. ليش؟ لأنه ما في قرار اقتصادي له وجهة تأثير واحد، في له تأثير وتأثير سلبي. مفهوم. فأنت كويس، أنا بشتري بنص السعر وفرت تكلفة، وين العمالة؟ شو بيصير فيها؟ العمال اللي كان لازم يشتغلوا بالزراعة مثلا والآن ما في لزوم لهم، لأنه إحنا بنشتري القمح أرخص من برا. وفي وقت أزمة زي اللي إحنا فيها فين القمح بقى لما كنتش بتزرع؟ إحنا الآن تركيز القيادة الحالية المصرية على أن تمشي بهذه السياسة بحيث أني أنا أؤمن الغذاء الأساسي، يعني الغذاء الرفاهية مش عم بتكلم،
هذا حتى لو كانت تكلفة شرائه أرخص، لحتى ما أكون تحت بحكم لا دول ولا صندوق ولا اتحاد بنك دولي. هذا توجه، هذا ينطبق على الاختصار، ينطبق على الأدوية وينطبق على التعلم الرقمي والتقني. فإذا احنا الآن ننظر بكل، وأنا بالمناسبة راح أعمل مقالة أسبوعية، مش لحبا في مصر اللي أنا بحبها، ولكن حبا بالأمة العربية اللي بنسميه، ما هي قصص النجاح وما هي الأعمال المطلوبة إيجابيا. ما نقعد نستنى شو راح يصير. خوفي أنا أنه في كثير من الحكومات تقول لك ما هي حرب، ما بنعرف شو راح يجي. لا يا سيدي، في الحرب في رابح وخاسر، وفي الحرب في غني حرب وفي فقير في حرب، وهذا قرار نستطيع أن نؤثر عليه لدرجة كبيرة بكل التموضع اللي بنتموضعه في الخلافات، وأيضا في احتياطنا وأخذنا الإجراءات اللي تخفف الضرر. وأنا أتمنى وأعتقد إذا سرنا بنفس هذا الاتجاه أن مصر ستستطيع أن بعد هذه الأزمة وبعد الحرب، واللي أتوقع أن تمر لثلاث سنوات، يعني ما نفتكر أنه حيضرب واحد كف والتاني يضرب كف وما خلص خلصت المعركة، لا. إلى أن المعركة ستصل ذروتها عندما يضرب بحر الصين الشمالي.